هذه أبرز العناوين. فوز كبير للحارس المغربي ياسين بونو مع الهلال في أولى مبارياته الإعدادية استعدادا للموسم الجديد. وليد الركراكي يفاجئ الجمهور المغربي ويسدي خدمة كبيرة لطارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في أولى مباريات الأسود في الأولمبياد. رئيس نادي فنربخشة التركية يفضح إدارة نادي إشبيلية الإسبانية بسبب ما فعلته لإفشال صفقة انضمام يوسف نصيري إلى الفريق التركي على سبيل الإعارة. النجم المغربي يحيى عطية الله يقرر الانتقال إلى هذا الفريق من سوتشي الروسي في هذا الصيف. بدأ ياسين بونو مع فريقه الهلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في النمسا بشكل جيد. استطاع نادي الهلال أن يحقق فوزا كبيرا في أولى مبارياته الإعدادية بهذا المعسكر بعدما سحق نادي فينيس نوشيتشا أحد الأندية النمساوية بحصة كبيرة 6-0. ولعب نادي الهلال هذه المباراة الودية بتشكيلتين مختلفتين، حيث اعتمد مدرب الفريق جيسوس على التشكيل في كل شوط، وشارك بونو في تشكيلة الشوط الأول والتي خرج منتصرا بها 4-0 قبل أن تضيف التشكيلة الثانية 2 هدفين خلال الشوط الثاني. ويستعد الحارس المغربي ياسين بونو لمواجهة نادي العرب القطري بعد غد الاثنين في المباراة الودية الإعدادية الثانية التي سيخوضها فريقه الهلال في هذا المعسكر التدريبي الخارجي بالنمسا. كشفت المصادر المطلعة أن مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي طارق السكتيوي قرر الاستعانة بطاقم المنتخب المغربي الأول طاقم وليد الركراكي من أجل الاستفادة من خبراتهم خلال أولمبياد باريس باتفاق مع الركراكي. ذات المصادر كشفت أن السكتيوي اختار كل من رشيد بن محمود مساعد الركراكي وموسى الحبشي المتخصص في تحليل من المباريات عبر الفيديو من أجل مساعدته في تحضيرات المنتخب الأولمبي للألعاب الأولمبية القادمة قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني. وتمكن قدرة وخبرات بن محمود والحبشي من متابعة المباريات الإعدادية لمنافسي المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية الأرجنتين وأوكرانيا والعراق. هذا وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية انهزم فيها أمام المنتخب الأولمبي المصري يوم أمس الأربعاء، ويوم الخميس سينازل الأولمبي الأرجنتيني منتخب غينيا كوناكري. ستكون مهمة بن محمود والحبشي تقييم مستوى المنتخبين العراقي والأرجنتيني وتحديد نقاط قوتهما وضعفهما، حيث قام طارق السكتيوي مدرب المنتخب الأولمبي باجتماع مع الركراكي من أجل تحليل المباريات التي سيخوضها منافسيه في هذا المحفل الأولمبي بوضع خطة ملائمة لمواجهة المنافسي المنتخب المغربي الأولمبي في أولى مبارياته ضد الأرجنتين. اعترف رئيس نادي فنربخشة التركي علي كوتش أنه فعل كل شيء للتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف نصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن صبره بدأ ينفد بسبب تماطل إدارة إشبيلية الإسباني في قبول عرض النادي التركي. قال علي في تصريحات لوسائل الإعلام التركية: الكل يسأل عن المهاجم الجديد، لقد أحببنا يوسف نصيري كثيرا، ما زلنا نريده، لكن صبرنا بدأ ينفد بسبب تماطل إدارة نادي إشبيلية. كانت التقارير أخبارية تركية قد أشارت إلى وجود اتفاق بين يوسف نصيري ونادي فنربخشة التركي حول بنود تعاقدهما، حيث من المقرر أن يوقع عقدا ل4 مواسم مقبلة وحصوله على راتب سنوي يتراوح بين 4 و6 مليون يورو. يشار إلى أن نادي إشبيلية الإسباني يصر على الحصول على أكثر من 20 مليون يورو يسمح بانتقال المهاجم المغربي يوسف نصيري إلى نادي فنربخشة التركي في الميركاتو الصيفي الجاري. بات النجم المغربي يحيى عطية الله قريبا من مغادرة نادي سوتشي الروسي والانتقال إلى الأهلي المصري في الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعراء، وفقا لما ذكرته الصحيفة المصرية اليوم نقلا عن شرق الرياضية، فإن الأهلي في صدد إنجاز صفقة استعارة يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي في الموسم المقبل. تابع أن الأهلي استكمل الخطوة الأولى الخاصة بملف التعاقد مع المهاجم والظهير الأيسر المغربي، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على التفاصيل المالية والإعارة عطية الله خلال الموسم المقبل. شددت الصحيفة على أن الأهلي دخل المرحلة الأخيرة الخاصة بضم يحيى عطية الله على سبيل الإعارة في انتظار إتمام الصفقة وإعلانها على مستوى المنصات التواصل الاجتماعي. وكانت رحلة يحيى عطية الله مع نادي سوتشي الروسي شائكة بسبب رغبة إدارة الفريق الروسي في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة واستقرار المغربي على الانضمام إلى صفوف الأهلي. فاجأ مسؤولي السعودي المدرب الألماني جوزيف زينباور برفض الاستجابة لبعض مطالبه التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة والتي تمهد لإعلانه رسميا مدربا للنادي. أشارت المصادر الخاصة إلى أن نادي الوحدة السعودية رفضوا أداء شرط المدرب الجزائري الذي يربطه بنادي الرجاء الرياضي والذي يقارب 100,000 دولار أمريكي. أكدت مصادر أن زينباور نجح في الحصول على عقد شفوي مغري من مسؤولي الوحدة السعودي، لكن في الساعات القليلة رضى مسؤولي الأخير قبول بعض الشروط وصفين إياها بالمجازفة. أشارت المصادر إلى أن جوزيف زينباور رفض على النادي السعودي أو فرض على النادي السعودي تأدية كامل مستحقاته في حين رغبوا في إقالته، وهو ما لم يتقبلوه مسؤولي الوحدة لأن ذلك يعتبر مغامرة كبيرة بالنسبة للنادي.